النظرة حول أهم المواقع السياحية في الإقليم ومصادر الجذب السياحي على مستوى الإقليم. لي فيزيتور ديالنا هنا إن شاء الله في هذا البلاج هذا البلاج غادي يتعرفوا على واحد المجموعة ديال أهم المعالم السياحية اللي كتزخر بها الإقليم، خاصة الشواطئ والرياضات المائية وإلى إلى غير ذلك. تفضل كل واحد يخلي. إذا الدليل منهجي للسياحة. دليل منهجي. منتدى السؤدد وحماه كنت منتدى وحماه ليس في الأوطان ديننا عنوان إلا كل سنة. كنتمن هذا اللقاء، هذه المناسبة ديال هذه الدورة الأولى ديال المكتبة الشاطئية اللي كنعتبرها واحد نتاج واحد التصور اللي هو نبيل من المجلس البلدي، من المديرية ديال الثقافة، الأطر البلدية، كذلك السيد الباشا مشكوران، السادة القياد ومختلف المتدخلين. بالنسبة لنا حنا كقطاع السياحة كنعتبروا التنظيم ديال هاد المكتبة الشاطئية في شاطئ جميل اللي هو شاطئ كيمادو ما هي إلا لبنة أولى إن شاء الله بالنسبة للمستقبل، باش نحاولوا هاد التجربة هادي نعموها إن شاء الله على شواطئ المدينة. وكما جا في المداخلة ديال الزميل ديالي السيد المدير ديال الثقافة، فما كرهناش إن شاء الله تكون هادي واحد الخطوة أولى من أجل الحصول على إن شاء الله مستقبلا بطبيعة الحال تحت إشراف السلطة الإقليمية ممثلة في السيد العامل المحترم والسيد الكاتب العام والسيد الباشا والسادة القياد والمجلس البلدي ومختلف المتدخلين للحصول على اللواء الأزرق لهذا الشاطئ الجميل. كما لاحظتوا فاليوم كاين الافتتاح ديال النسخة الأولى من المكتبة الشاطئية، هو تنظيم تحت إشراف المجلس البلدي للحسيمة وكذلك المديريه الاقليميه للثقافه ومندوبيه السياحه كذلك باشراف عمله اقليم الحسيمه. هذه النسخه هذه تاتي من اجل تثمين هذا الشاطئ الجميل اللي احنا فيه اليوم، وكذلك خلق واحد الفضاء بالنسبه لزوار هذا الشاطئ من مغاربه في داخل المملكه وكذلك مغاربه العالم اللي هما حاليا في زياره لاقليم الحسيمه ولشواطئ الحسيمه ومن ضمنهم هذا الشاطئ اللي نتواجدوا. والامل ديالنا ان شاء الله مستقبلا هو ان هذا الشاطئ يحصل على اللواء الازرق ان شاء الله كعلامه للتميز تمنحها مؤسسه محمد السادس للبيئه التي تترأسها سمو الاميره لاله اسماء، وبالتالي ورشات الأطفال اللي فيها الرسم، المسرح، حكاياتي، فيه مسابقات وفيها تشجيع للقراءة، لأن القراءة هي نور للدماغ لا بالنسبة للأطفال لا بالنسبة للشباب ولا بالنسبة للإنسان بصفة عامة. خصنا نشجعوا على القراءة، وحنا التقينا أننا نديروا هذه المكتبة الشاطئية هنا قدام الناس اللي كيجيو يعوموا، عوض ما ياخذوا التليفون ياخذ الكتاب يطلع على كاين مجموعة من الكتب ما كتصلح من مش انهم يقتنيوهم يشريوهم يقراوهم، لكن حنا عندنا هنا في المرفوف ديال المكتبه الشاطئيه متواجدين جميع الموسوعات جميع المجموعات. وكنتمنوا ان شاء الله باذن الله ما غتكونش اول بادره، غتكون بوادر اخرى ان شاء الله باذن الله، والنسخه الاولى والثانيه والثالثه لما لا، وغتكون موروث ان شاء الله في مدينه الحسيمه. بكم هاد الفكره ولا هاد الانشطه ديال المكتبه الشاطئيه اللي هي النسخه الاولى غتكون هي انطلاقه ديال مجموعة من كيفية إدماج العمل الثقافي مع الحياة الشاطئية. إذن ما يمكن لناش مثلا نخليو الشاطئ مجرد شاطئ للاستجمام، شاطئ عبارة عن فضاء ديال السباحة، نو، الشاطئ خصو يكون حتى هو قريب على الكتاب، لأن نهار اللي غادي نفقدوا الكتاب غادي نفقدوا مقومات ديال العمل الثقافي، ولذلك كاين مقاربة قوية من أجل أن نجعل من الشاطئ فضاء من أجل إنعاش حياة الكتاب. الكتاب ما خصوش يموت، إذن لإحياء الكتاب ومن أجل إحياء القراءة وإحياء القراء ضروري باش يكونوا هذه الأنشطة هذو المكتبة الشاطئية. أنا شخصيا بصفتي كفاعل جمعوي أقول بأن المبادرة يعني هي مبادرة محمودة وتسجل في تاريخ الفكر الثقافي الحسيمي، لأن الحسيمة هي ليست مجرد مدينة للسياحة الشاطئية، وإنما أيضا هي مدينة للثقافة، مدينة للمهرجانات، مدينة أيضا لإنعاش الفكر الثقافي، حتى نتمكن أن نجمع ما بين الشاطئ وبين الكتاب. وهذه العلاقة هذه هي علاقة قوية خصها تستمر مع الأجيال. إذا مبادرة ديال مندوبية الثقافة بتنسيق وإشراك مثلا السلطة المحلية، إشراك الجماعة ديال الحسيمة، إشراك مندوبية ديال السياحة، هذا كيعتبر في حد ذاته واحد المؤشر على انتعاش الفعل الثقافي في الشواطئ. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس.